شو رأيك؟ رح يقدر يقنعها تمضي ونخلص؟ يعني إذا ابن الغانم بقدر يقنعها مشكلة كبيرة. حاسس القصة مش رح تمرق خير. خلينا بالأول ننطر ونشوف شو رح يعمل ابن الغانم معها. إذا ما صار يلي بدنا إياه بنلاقي حل تاني. إن شاء الله. شو في هي كمان؟ فهلأ مش وقت كرامات ومواقف، مش وقت تزعلي مني وأزعل منك. الموضوع كتير كبير، لازم نلاقي له حل بالأول. بعدين زعلي مني اعملي اللي بدك. هلأ صار بدك تلاقي حل للموضوع؟ ما توقعت تكون ردة فعلك هيك غمار. أنت أكتر شخص أمنت له وثقت فيه. حبيبتي مش هلا وقت الحكي. هلا وقته هيدا الحكي بكتير. اخر شيء كنت اتوقع انك تخزنني، وايمتى؟ بالوقت اللي انا بحاجه انك توقف فيه حدي، بس انت شكيت فيي. انا ابدا ما شكيت فيي. وانا هون لاني انا معك. لا انت منك معي، انت جاي تلملم الموضوع، جاي تقنعني بيع ورثة بي لمين؟ لعاوز زعران. انا مقدر كل شيء عم تفكري فيه. بس انا برايي انه نحط المشاعر هي على جنب. لأنه الموضوع اللي عم يصير معنا كتير كبير. بكره بتغمضي عين بتفتحي عين بتلاقي حالك بالمحاكم. آخر همي لو شو ما صار ما رح بيحس دبي، ليه ما عم تفهمني؟ بقال أنا قناعته أن حملوا القضية لحدا تاني بحيث يحمل كل القصة وأنت تطلعي براته. يعني لا سين ولا جيم. حبيبتي لا تستهيني بالقصة، القصة كبيرة كتير. أنا سألت محامي واستشرته وقال لي الموضوع كبير وموقفك ضعيف. غمار خد هالوراق مول معروف وتركني أبيع شوكي بإيدي. أنا ما رح أمضي على شيء. تعرف منيح يلي صار هيك، تنعرف بعض أكتر ونعرف إنه كل حدا منا لازم يمشي بطريقه، لأنه أنا وإنت منا لبعض. مجهور مفاجأة حلوة صح؟ بس صراحة ما حبيت أحرمكم من شوفتي بهذا الاجتماع التاريخي، وبدي قلكم بكل وضوح إنه السيناريو يلي عملتوه كتير حلو، بيشبه أفلام هوليوود. عيب يا دكتورة عيب، شو هالحكي هذا؟ أنا شو هالحكي؟ ولو دكتور فوزي ما كل وراقكم انكشفت، فخلونا نلعب على المكشوف. دكتورة إذا أعصابك تعبانة من بعد اللي صار مش حلو تفوت علينا بهالطريقة وتغلطي بحقنا. أنا أعصابي كتير منيحة دكتور، ومركزة معكم كتير منيح، بس أنتوا يلي عم تغلطوا معي. دكتورة بيان، أنت ما بحق لك تكوني هون هلأ. نحن أخذنا قرار موقعينه بتوقيفك عن العمل، ما قادرين نحميكي بقى. ما كل واحد يتحمل مسؤولية غلطه، مفهوم؟ اوكي اعملوا يلي بدكم اياه، بس حطوها براسكم انا رح واجه للاخر، لانه انا ما عندي شيء خاف منه. يلي لازم يخاف هلا هو انتو. كن عين تطرقك مغمضة. ما رح قلك غير هالكلمتين. لك ايه روحي حاجتي الحقيقي تضربي بكسمك، ما حيتجوزك. بس انت منك حر. حمل هيبتك اكبر منك. تعي شوفي تعي شوفي. لك اقطع عمرهم شو سخيفين. يعني ما بدك تسمعي. سلسلاتنا الاعتيادية. تفضلي. انا ارضى عليك، والله نسيان الدواء. هاتي تقبري. بسم الله الرحمن الرحيم. سلم ايديك تقبريها. خالتي؟ يا روح خالتي. شو بيت احكي؟
جاد ليش لهلا ما تجوز؟ جاد من بعد ما اشتغل هالشغله الخطره هي، خصوصي بعد الحادثه اللي صارت معه، ما بقى يفكر بحياته يرتبط بانسانه، لانه حاطط روحه على كفه، بعيد الشر عن قلبه، دائما بيحس بخطر الموت. بس بقى اذا التقى بشي وحده حبه وارتبط فيها وتجوزها اكيد رح يغير كل حياته، لانه بهيك حاله رح يخاف على حاله من الموت، مو بس هو ومرته وابنه، بساعتها رح يرتبط فيها ويغير كل نمط حياته. معك حق. اصلا والله العظيم هذا الشغل اللي عم يشتغله بتزعلي عليه. يعني معك احسن شهاده، بتتوظف فيها احسن وظيفه. كل هالقصص اللي بسمعها عن شغله، يعني صرت احس انا حالي عم خاف عليه. هيك لكان. قلتي لي بتخافي عليه. مشان هيك خالتي الله يرضى عليكي، بدي اياكي تساعديني لنقنعه يغير شغله ويستقر. خالتي اذا منك ما عم يسمع رح يسمع مني. خالتي ابني ما بيحب يسمع نصيحة امه، اما انت غير شكل، وخاصة اذا قدرتي تلمسي قلبه. تك يعني المس قلبه؟ ايه، لشو ناقصك تقبريني؟ جمال وكمال واخلاق، بعدين انت بنت خالته، اولى الناس فيه، شو المانع انه ما يرتبط فيكي؟ خالتي ما بتشوفي شلون بيحكي معي؟ ما بيحكي غير الكلمة الضرورية واللازمة. انت الحق عليكي، هي شغلتك بقى، انت لازم تحسسيه بانك انت موجودة، تحنيني له قلبه عليكي. تركشي يا اختي، شفتيه قاعد ساكت وصفنان، ابي له كاسة عصير بدون ما يسألك، فنجان قهوة، شو ما كان، بس المهم تحسسيه بوجودك مثل ما قلت لك. يا ستي هذا الوصل بتشتغلوا عليه، بعتي له صباح الخير، تصبح على خير، لك باقة ورد هي الحمرة اللي بيبعتوها العشاء لبعضهم، بعتي له اياها، مو تخليه يشوفك هيك دائما زعلانه وقال بخلتك، ما رح ينتكشك. حتى هاللحظه بعد ما تم تحديد هويه المتورطين بقضيه فساد الادويه باحد اشهر المستشفيات الخاصه ببيروت، وبحسب شهادة أهالي المرضى اللي عم يتلقوا العلاج، نحن من الصبح جربنا نتواصل مع أحد المسؤولين بإدارة المستشفى بس للأسف ما قدرنا ناخذ من أي شخص أي تصريح. خليكي معي ريما. أوكي، وردنا الآن أنه إدارة المستشفى طلبت من الهيئة العليا للتأديب أنها تتوسع بالتحقيق وزودتها بكل الوثائق والمعلومات. هلأ لحال وصلت هالقضية للقضاء، هل رح يتعامل القضاء مع هالقضية بجدية أو رح تنام بأدراج القضاء، خاصة أنه في أسماء كتير كبيرة ومتورطة بهيدي القضية إلى علاقة بشخصية سياسية نافذة. شو بدي اقول لك؟ لا رحمه، لا ضمير، لا انسانيه، والله هيدا كفر، فوق ما انهم عم يسرقوا مصرياتنا، كمان عم يتاجروا بارواح اولادنا؟ لهون وصلت معهم؟ لهون وصلت معهم؟ جربتوا تتواصلوا مع اداره المستشفى، تحكوا مع حدا، شو قالوا لكم؟ جربنا نتواصل، قال اول بالاول قال بدهم يفتحوا تحقيق بالحادث، بعدين قالوا بدهم يعطوا دواء مجاني لجميع مرضى السرطان. طنشوا الموضوع بعدين، الله لا يوفقهم، الله لا يوفقهم. عم عندك شي تزيدوا على تصريح ابنك؟ كل اللي عم بيقوله مزبوط، كل اللي عم بيقوله مزبوط، ما في شي غلط ابدا، جميع مستهترين بالعالم. الو بونجورك دكتورة، كيفك اليوم؟ انا بقول اكيد كتير منيحة. طالما كشفنا وراق وصار اللعب على المكشوف، ان شاء الله تكوني حضرتي اخبار اليوم مع فنجان القهوة. نحن بعدنا لحد هلأ لا سلمنا اسم ولا ملف، يعني بعد في عندك فرصة لتخلصي حالك من هالموضوع وننسبه لغيرك. الأوراق بنبعت لك إياهم وبتمضيهم، ويا دار ما دخلك شر. على فكرة سلام خاص إليك من الدكتور وليد.
ايه اسعد؟ لا ماني منيحة. اسعد عمول معروف بدي تاخذ لي موعد ضروري من الغانم. ايه اسعد؟ غمار بيك، بيان طلبت تشوف الغانم وجاي هلا لعنده. ماشي ماشي، يلا جاي على القصر دغري انا. على القصر جادو. يلا. اليوم أكتر مرة بحس حالي وحيدة بهالدنيا، ضايعة مني عارفة كيف بدي أتصرف. كرمال هيك طلبت شوفك، مش لأنك السياسي اللي عندك سلطة ونفوذ، لأني بعتبرك مثل بيي الله يرحمه، وبعرف إنه فيي أحكي معه وأخذ بنصيحته مثل بيي الله يرحمه. بيان أنا مصدق وبعرف أخلاقك، ولأني مثل بيك وبخاف عليك بدي أعطيك نصيحة. لو كان المرحوم بيك بعده عايش كان أعطاك إياها هي ذاتها. ما تجيبي لي سيرة الحكمة. الله يرضى عليك. الله لا يوفقهم، الله لا يوفقهم بهيك. هون شايف الدور، شايف هذا الحكيم اللي عم يحكي لي بنتي. شو عيني شو عيني حسان؟ حسان لك شو بك؟ حسان مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. شو بك يا زلمة بتضلك مرعوب هيك؟ المريضة أمل عبيد فوتناها على العناية الفايقة. وين المشكلة؟ ما كل يوم 100 مريض بفوت على العناية. يا زلمة هذا من مرضى السرطان اللي أخذ الدواء المضروب. نحن عملنا غلطة كبيرة إنه دعينا الإعلام، فتحنا باب جهنم على حالنا. لك لو بدها جهنم تحرق الدنيا كلها، بدي بيان تمضي. الو دكتور وليد، لازم تجي على المستشفى هلا. يا روح على امك. عم تاخذي نفس؟ خليكي معي يا ماما، خليكي معي يا صغريني. خليكي عم تاخذي نفس امان. مرة قلبي يا امي. خليكي فايقة. ماما خدي نفس عميق. ردوكي عم نساعدك بالاكسجين. خليكي فايقة. اكيد رح يصحوكي ويردوكي لقلبي. خدي نفس عميق. ماما خليكي معنا. خدي نفس. خدي نفس عميق امان. خليكي معي يا ماما، خليكي معي يا صغريني. انا ممكن اتدخل وحط تقلب الموضوع وحللك اياه، بس بتعرف البلد بكره الاعلام بيمسكها وبيبلش يطنطن فيها فساد ومحسوبيات وبلشي. يعني العالم قامي هلا هلا كل يوم تظاهرات بالشوارع، بيحملوا صورنا وبيسبونا. ومن جهه تانية انا ما بتخيل انه بتقدر تعيشي مع ناس هالقد فاسدين، فنصيحتي انك تبيعي. بعرف انه القصة صعبة عليكي، بس الانسان الذكي وقت اللي بتطلع العاصفة بوجهه بيحني راسه بيخليها تمرق. وانت بنت ذكية، قطعي هالقصة على خير وسلامة. وما بتعرف الايام بعدين شو مخبيت لك. ماني راضي ابدا عن المعلومات يلي جمعتوها عن هيدا اللي اسمه جاد. ستنا جربنا، الزلمة كتير كتوم غريب، ما بيحكي الا كلمة لزوم، وقلنا لك تحركاته محدودة بين القصر وبيت امه. عم بيعمل شغله، والهيئة بيعرف يعمل شغله كتير منيح. خلوه تحت نظركن، هو اكيد بيعرف كل شي عن غمار بيك قديمه وجديده. بيجي وقت منستفيد منه، المهم نلقط له نقطة ضعف.
كفوا شغلكم. الو؟ ايه الامور كبرت كتير ووضع الدكتورة المرة ايه. طيب ايه لا اكيد دكتور رح ياخد الدواء مثل ما قلت وبرجع بطمنك. مرسي كتير عزبنيك. خير بك شي ستنا؟ عم تاخدي الدواء؟ لا عم بيزبط لي الدوزاج. جبت لك القهوة ستنا. شفتي شو صار؟ ايه كنت عم تابع بالمطبخ. خربت الدنيا فوق راسهم. كان بده يجوز الدكتورة. طلعت الدكتورة متورطة بقصة كتير كبيرة. كان بدهم يفرحوا فوق تراب ابني. بس الله ما حنيهم. الله كبير. ما بدي حدا يعرف. بس دكتور رحمان عطريتها برا. ياسر ما بدي حدا يعرف خلاص. بس دكتور خلص ياسر. شو قال لك؟ ما بتحكي شي لحدا لنقول لك. اما شو بدي اقول لها دكتور؟ ياسر روح قل لها حي الله شي، بس اوعى تقول لها انه ماتت. خلص روح. يلا روح. طيب يلا. مدام سعاد طول خبرني يا ابني الله يوفق. خبرني ان شاء الله خير ما في شيء خطير. طولي بالك. اكيد اكيد ما تعتلي هم. انت بس ريحي حالك شوي. ما عم تضحك علي. ما هيك؟ لا لا تضحك علي. اكيد طيب طيب طيب. انت ليش مش عم تردي علي كمان؟ غلطنا كثير يا وليد، غلطنا كثير. طول بالك، كل شيء له حل. حسان اتصل بغمار وخبره اللي دفعنا عليه. مرحبا استاذ غمار. دكتورة لازم تستعجل بالإمضاء لأنه المشكلة زادت عن حدها كتير. صدقني هالمرة صارت بخطر حقيقي عن جد. لا تتصرف أي تصرف. أعطيني ساعة أنا بحل الموضوع. عم تفهم شو عمل لك؟ بسرعة جاب بسرعة. بيان بيان
لا تسكري إذا سمحتي. شو في غمار؟ قلت لك عمول معروف ما بقى تحكينا ولا كلمة. اسمعيني منيح، بتروحي لعند يارا على المحل، اوعك تروحي على بيتك. عم تفهمي؟ تستنيني لك حتى اجي. ما بتتصلي مع حدا ولا بتخلي حدا يحكي معك. ما تخلي حدا يعرف وينك. سكري موبايلك، اعملي مثل ما عمل لك. ليه؟ شو في؟ شو صاير؟ لا تخافي بيان، اسمك ما لازم يدخل باي طريقه من الطرق بهذا الموضوع. خليني حلها بطريقتي. لا تعانديني ارجوك. بس غيمة جاد على المستشفى. يا اي سعاد، شو بكي؟ شو؟ طب بقف بكي لاسمعك. شو بها عمل؟ ايه ليه فاتت على عيني؟ طيب طيب اوكي خلص، روقي انت، انا رح اجي هلا هلا. يلا باي. الموضوع لازم ينحل اليوم جاد، اليوم لازم ينحل. اذا بيدخل اسم بيان بالقضيه نخسر كل شيء. شو مفكر تعمل؟ اسمع، شو رح اكتب لك شيك بكامل المبلغ. مثل ما لك شايف انا ما عاد اقدر ادخل على المشفى ابدا. انت رح بتحل الموضوع بشكل نهائي، ما بترجع غير ناهي. سمعان؟ اعتبرون حل. أول ما اتفقنا القصة توصل لحد هون، قلنا هالحركة كلها كرمال نضغط على الدكتور بيان لحتى تمضي وتبيع المستشفى، مش لحتى الموت. أولاً لما بتكون عم تحكي معنا بتوطي صوتك. ثانياً فكرك صار الوفاة لأنه تأخرنا عليها بجرعتين أو أعطيناها دواء مفعوله ضعيف؟ مريضة مع سرطان سي 3، يعني بالأساس حالتها تعبانة. بس هيدا الحكي الناس مش رح تصدقه، ولا حتى أهل المريض رح يصدقوا شيء من الحكي اللي عم نقول لهم إياه، ولا حتى النقابة. ولجنة التحقيق بس تعرف الموضوع رح تستدعي الكل. بس نحن بدنا نصدق ونضل على الاتفاق اللي كان بيناتنا. ما خصنا بشي والاسم ما كان تحت مسؤوليتنا. بعدين في اثباتات. شو نسيت انتو؟ انت بنفسك مضيتها للدكتورة بيان على الأوراق. ايه غمار؟ بيان حبيبتي وصلتي عند يارا؟ لا بعد، بدي روح على المستشفى، اما لمريضة عندي فاتت بنتها على عيني، بدي روح شوفها. يا بيان قلت لك لا تروحي على المشفى، لا تروحي على المشفى. شو بك غمار؟ انا ماني عامل شيء لاتخبى، بدي افهم شو في. عندي مريضة بدي روح شوفها بالمستشفى. بيان في انه المريضة امل ماتت. ماتت يا حبيبتي. شو؟ شو عم تقول غمار؟ مثل ما عم اقول لك، المريضة ماتت. بترجاكي تهدي، الموضوع كبير كتير، بس أما لهلا ما عرفت وما في حدا عارف. غمار أنت أكيد من اللي عم بتقول. كيف ماتت؟ ما عم بفهم شو اللي صار، ليش ماتت؟ اهدي شوي، اهدي شوي واسمعيني. الله يخليكي، أخذت من الجرعات الفاسدة. أنت هلا بتروحي لعند يارا وأنا رح أروح لاقي كينيك. ترجاكي تروحي لعند يارا. هيك الدكتور بيان رح تروح فيها. نحن مش متفقين توصل الأمور لحد هون. أنا من أول ما قبلت معكم لأنه عندي ديون كتير وعندي مشاكل بعائلتي. قلت بساعدكم لحتى تمضي الدكتور بيان، حتى تبيعكم المستشفى، مش لحتى نموت العالم ونفوتها للدكتور على الحبس. شو ياسر، عم تقلب علينا؟ لا دكتور، إذا بقلب عليكم بكون عم بقلب على حالي. بالضبط، مشان هيك ما سمع بالقضاء والقدر. مريضة سرطان وتوفت، حالي بتصير كل يوم ومليون مرة. رو ياسر، أنا حاسس فيك وبيفهم إنك قلقان من الوضع اللي عم نمرق فيه. اسمعني منيح ياسر، كل الحكي اللي صار بيناتنا خطورته أكبر من أي كلمة بهالمطرح. يعني بنخرب بيتنا وبيتك بينخرب، لأن إحنا بنعرف نحمي حالنا. صدقني انت وحدك بتاكل الضرب، فاهم؟ شو هيدا تهديد دكتور؟ فما مثل ما بدك.
أنا قلقان ما يروح ياسر يخوت ويفتح تمه يخرب لنا بيتنا. غمار الغانم رد عليه بسرعة. ألو دكتور حسان. تفضل. رح أبعث لك شخص من طرفنا بتعتبر كل شيء عم أقول لك إياه هو عن لساني، ويا ريت الموضوع يخلص نهائيا اليوم مثل ما اتفقنا. بيبي يارا رامي بشرفك ما تدعس على الفستان. طب خلص هلا مشينا. حذري مين في تحت. مين؟ اجت بنت خالتك الدكتوره الليدي بي. طب اوكي رامي بليز فل احسن ما بيان شفنا مع بعض تعرف كيف هي بتبلش. واذا شافتنا يعني خلص رامي بليز فل. اصلا انا كنت فل. اوكي اصلا انا كنت فل. طيب بظن الدكتوره انه اوكي رامي بليز فل. انه ما عم بفهم يعني لايمتى بدك تضلك مخبي عليها؟ ما اخرتها رح نتجوز بعض ورح نكون مع بعض. انه بس انه بليز رامي فل. يا استاذنا يا حبيبنا ليش ما بدك تفهم علي؟ بس ينتشر الخبر ان ابي رح تبعت لجنه رسميه لتبلش تحقيقات. يعني اذا نحن اليوم قادرين نتستر على الدكتوره بيان بكره مش رح نقدر نتستر عليها. اسمعني دكتور من الاخر، انت قلت من قبل انه عندك مين يشيل القصه ونحن بندفع، وفوق كل هذا موافقه الدكتور على بيع حصتها بالمشفى. هيدا الحكي كان اهون قبل ما يصير في حياة مريض راحت بالأدوية. يعني بدك تسمح لي، الشخص يلي بيقبل يحمل قضية فساد وبيع أدوية صعب كتير هلأ يرجع يحمل نفس القضية ضيف عليها جسة. بيلتقى مين يشيله، وخصوصي إذا رفعت له العرض وحطيت له المصاري قدامه على الطاولة. ولا تنسى تحط له أحسن محامي بالبلد. انتو جيبولنا موافقة الدكتورة بيان ونحن جاهزين لكل شيء. وبالنسبة للمريضة اللي ماتت ما تعتلوا هم، في عنا مين يغير المكتوب بتشريح الجثة وأسباب الوفاة. حبيبي شربي ماي وسكر. بيان شو صاير معك يا بس ريلي بليز شربي شربي ماي. لهلأ عم ترشفي بيان بليز بس احكي معي بحياتي ما انا شايفتك هيك. شو عايزه شو عايزه؟ شوفي لا اطفل اطفل بيان بس قولي لي بليز شو صاير معك. بيان شو هلا شو هتخطفي صار معك؟ مش الحال. اسم الدكتورة رح يبقى بعيد عن الملف. إذا اليوم بالليل بتوافق على بيع حصتها بالمشفى بكرة الصبح بتسكر الموضوع.
هاد بياني عند يارا. يلا حط حزامك جان. شو الدكتورة؟ ما بحياتي أمنت لها وما بفهم كيف أنت بتأمن لها. ليش أنت من أيمتين أمنت لحدا؟ البنت بريئة ومفتريين عليها. بريئة أو لا، صار في نقطة سوداء على سجلها، يعني ما بقى تقدر تتجوز غمار إذا بعد فكرك تجوزهم. اصلا غمار منه خارج جازه. ليه مش خارج جازه؟ قلبه مشغول بمره بالشام. بحبها بده يتجوزها. انه انت ما في ولا خبريه بتفوتك؟ عم بحكي عن جد؟ هاي المرة أنا بعرفها، اسمها عايدة وبعرف تاريخها كله. بعدين وين المشكلة يعني؟ لو كان بيعرف 100 بنت، المهم يتجوز بنت خرج هالعيلة ويجيب لنا ولد. واو، دقدساتك وخبرياتك خفيفين لنا اياهم. لاقي شي تاني تسلي فيه؟ قديش صار لهيك؟ من اول ما وصلت. اعطيتيها شي؟ اخذتي شي؟ اثنين ادفيل مي وسكر. بس ما بعرف شو بعمل. بليز بس فيك تقول لي شو عم بيصير معه. يا رب بترجاكي تهدي، انا بخبرك على كل شيء بعد شوي. بس بدي اياكي تتركينا لحالنا. اوكي؟ يلا. حبيبتي. ما فينا نعمل شيء، ما فينا نقول غير الله يرحمه. I don't remember.